النهارده اول حصه لينا في المنهج. طبعا احنا عارفين ان احنا كل حصه عندنا امتحان عادي. تعالى بقى ندي لك بدايه الحدوته. سهى كهربت تقى. ركزت؟ لا مركزتش. خلي بالك انت عندك حدوته كبيره بتبدا النهارده، فطبيعي ان انت مش هتفهم كل اللي بيحصل النهارده. فيثاغورس العالم الاعظم في تاريخ الماس قال لك هجيب لك طول السايد التاني. ما لو عملت 12 على 13 ديفايدد 12 على 13 يطلع 1، ليه ما طلعتش 1؟ انت بتشرح غلط؟ لا يا بيه انت مش بتركز. يعني انا اعمل حسابي كده، منهج التريك ان شاء الله اقفله، اخش على الالجبرا ابقى بقفل جزء جزء. يعني احنا عندنا في 4 اكزام، ده سؤال موجود كل سنه في امتحان اسكندريه، تقريبا في ال 30 امتحان هتلاقيه موجود في 29 امتحان. اتعب على قد ما تقدر عشان ربنا يوفقك ويكرمك، ده كونسبت لازم تعيش بيه.